اعلم أن الإنسان وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، الملك يأمره بخير والشيطان يأمره بشر ويوسوس له، فينبغي له أن يترك وساوس الشيطان وأن يعمل بما يلقي له الملك من الكلام الطيب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وليعلم أن من أقوى ما يتحصن به من يعاني من الوسواس هو المعوذتان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. فلا يوجد مثل المعوذتين في القرآن الكريم في التعويذ، فينبغي للموسوس أن يقرأهما دائما قراءة صحيحة إذا أصبح وإذا أمسى، وفي كل صلاة ودبر كل صلاة، فإن ذلك ينفعه لإبعاد الوسواس بكل أنواعه. ومما ينفع لإبعاد الوسوسة أن يكثر من قول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ومن قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وليعلم أن مما ينفع من عنده وسوسة في الصلاة أن يقول قبل أن يدخل في الصلاة: آمنت بالله ورسله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وينبغي أن لا يسترسل مع الوسواس حتى لا تتنكد عيشته وعيشة من يساكنه كزوجة أو ولد أو غيرهما. وينبغي أن لا يقعد وحده، بل يقعد مع الصالحين.